قد لا يتمكنوا من تحقيق انتصارات في الحروب. هكذا جاء تقييم مؤسسة هيرتج فاونديشن للجيش الأمريكي المصنف الأول عالمياً وفق ترتيب جلوبال فاير باور لعام 2022. الغريب أن هذه المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها عنونت تقييمها بهذه الجملة: مؤشر القوة العسكرية الأمريكية، لكنها وصفت الجيش الأمريكي بالضعيف والسيء، بل وبغير القادر على الدفاع عن المصالح الوطنية، كما اعتبرت أن ذلك الجيش غير جاهز الآن للتعامل مع صراعين متزامنين مقارنة بالجيشين الصيني والروسي، والسبب هو تراجع عام في القدرات والاستعداد. تقييم هيرتج فاونديشن وضع تصنيفاً لكل فرع من أفرع الجيش الأمريكي حالياً، فمثلاً صنف القوات الجوية بالضعيفة جداً والبحرية بالضعيفة، بينما أشاد بقوة سلاح مشاة البحرية المارينز. وبحسب إحصاءات ذلك التقييم فإن القوات البرية الأمريكية لديها نقص في 15,000 مقاتل، بالإضافة إلى نقص في سلاح الحرس الوطني يقدر ب 7,000 مقاتل. كما تضاءل الأسطول الأمريكي إلى أقل من 300 قطعة بحرية ليتخلف عن القوى البحرية لكل من موسكو وبكين بأكثر من 700 قطعة بحرية. كما رصدت المؤسسة تراجعاً في مهارة القوات الأمريكية خاصة في سلاح الجو، فضلاً عن نقص في أعداد المجندين. وختمت هيرتج فاونديشن تقييمها بحث الولايات المتحدة على زيادة الإنفاق العسكري إذا ما أرادت حماية مصالحها في الداخل والخارج. فهل بالفعل تراجعت قدرة الجيش الأمريكي على القتال أو حتى على ردع أي حرب؟